أصدقائي، ورجعنا لكم تاني في الفقرة الأخيرة من البرنامج في أنا وهو. في كل فقرة عبير عايز تضايقني فيها، أنا مش عارف ليه، وعايزة تعمل مشاكل، فخليكم معايا. مفيش مشاكل ولا حاجة. طيب طيب المفروض إن أنا وهو ماشي، أنتي وهو عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقولك اللي بيحب ما يقدرش يكره. لا بيكره. ما بيكرهش. لا بيكره. اثبت لي. بص يا ستي، لا اثبتي لي انه ما بيكرهش. هقول لك على حاجه، في البدايه الحب ده نعمه من عند ربنا. كويس. ما اقدرش ان انا اقول البني ادم ده وحش فهكرهه. بتاخد مده كبيره قوي وصعوبه لغايه ما تحب. سهل ان انت تكره. أوه. ممكن بني ادم ماشي، بس ممكن تاخد فتره طويله قوي. ممكن اي بني ادم ممكن يعيش عمره كله مش لاقي اللي يحب، او ما يمرش بالمرحله دي. طيب هنقول اللي بيحب ما يعرفش يكره. اللي بيخلي الشخص يكره تصرفات. اكيد التصرفات. فلما توصلني لمرحله في بدايه علاقه الحب، لو قلنا الحب عندنا انواع كتير من الحب في الاول، حب رجل امراه، حب الاسره، الأمر. حب الوطن، تمام، في اماكن كتير ما نقدرش نقول ان احنا بنكره فيها. حب الوطن ده على طول لازم يكون موجود في حياتنا، لو ما حبيتش وطنك تبقى خاين، وده مكروه تمام ورافضينه. حب الاسره يجب ان انت يكون عندك انتماء للاسره، حتى لو في الاسره متعبه معاك ماشي، ما انا فيجب لسه انتمائك هقول ليه. لك. مش حب الرجل للمراه ده اللي بنتكلم عنه، اللي هو انا وهو، انا مظبوط. هو. في بدايه اي علاقه كل واحد بيظهر باجمل ما فيه، وبيحاول انه يظهر للشخص الاخر بجماله بادائه عشان يحبه. عشان عشان يحبه. يحبه. خلاص، خلاص يبقى اتفقنا. هل اللي بيحب بيكره؟ انت عايز تثبت ان خليني هو انا لسه بقول معاكي، انا ماشي معاكي. طول في ما هو الاول في البدايه بيحاول انا يظهر ممكن ما اكرهش، هايل، ممكن اوقف حجم حبي، ممكن ان هو يعني اتلاشاه. بعد ما تكتشفي ان الشخص ده مخادع وكان ظاهريا هيسقط بيحاول، من نظري. دي اكتر من سقوط النظر. النظر ده كره ولا حب؟ لا حب ولا كره. اصل معنى ان انا اكره بني ادم يبقى بتمنى له الاذى. تمام. ليه اتمنى الاذى؟ هو مات بالنسبه لي. لما يوصل للشخص ده لمرحله ان هو يموت بالنسبه لي او شيء عدم زي الهوى، يبقى خلاص. ده اصعب من الكره على فكره. لما اشوف بني ادم كده كان في حاجه بيني وبينه، او اي حاجه صداقه اي حاجه، وان هو خلاص مش باثر فيا ولا ان هو موجود في الدنيا معايا، لا خلاص. طيب لو قلنا ان الشخص اللي احنا بنقول ان احنا خلاص ده فقدناه وانه سقط من نظرك، نحب نجيب سيرته في المكان، لا خالص. يبقى كرهته. مش كرهته. انا كاره سيرته يبقى كارهه. لا مش عايزه ان انا اسمع سيرته علشان ما افتكرش حاجه ليه، سواء حلوه ولا وحشه. طيب انا شخصيا لو حد في حياتي ما بقتش احبه، ما بحبش اجيب سيرته، وما بحبش يكون موجود في المكان قدامي نهائي. معرفش ان كان ده بقى بنسميه كره، ولا نسميه ان انا عايز لا اعزل مبالاه. نفسي مش عنه. عايزه. مش كويس. عايزه. حتى كمان اصدقائي او الاطراف اللي ممكن يكونوا بيعرفوه بيعرفوني، لما بكون قاعد معاهم بقول لهم لو سمحتوا ما تجيبوش سيرته طول ما انا قاعد. طبعا كل المشاهدين اللي بيسمعونا اكيد في ناس معايا وكتير، وفي ناس شويه صغيرين معايا. ليه يا محمد؟ لا اصل الكراهيه وحشه. يعني ليه اكره؟ انا مش اتلاشى البني ادم. مش لازم الكره، يعني معناه ان انا اذيه، بس طول ما بحس ان في حد خدعني من جوايا ليه واديته الخداع مشاكل. بقى؟ ما ما هو ممكن خدعني، معنى ان موقف، انا موقف ان هو صغير، لا موقف صغير خلاص مش هكره، بس ههجم حبي ليه، طيب همنع حبي ليه. يعني مش هكره. هكره ليه؟ معانا مداخله. الو. الو. المهندسه ناهد علي. ايوه معاك. اهلا المهندسه ناهد علي. طب قولوا لنا يا جماعه، رئيس مجلس اداره ازيك؟ عامل قريه ايه؟ بدويه، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. قريه بدويه مكان جميل ومكان حلو قوي، والاعلان بتاعه كل ما بنذيعه حتى فريق العمل بيقولوا جوعتونا. ايوه طب نعمل ايه؟ نروح ناكل اتفضلوا عندها. عندنا. ده اتفضلوا على حل طول. بسيط. طيب علشان اتفضلي يا فندم. والله انا بشكر ذوقك وبشكر ذوق كل اللي يقول كده. تشرفونا في اي وقت. المطعم بيت لكل العيله. تمام. طيب طب لو عايزين نروح للمكان نروح فين؟ المكان في مدينه نصر، في سيتي ستارز. سهل. اظن الناس كلها عارفه سيتي ستارز. الدور الكام يا فندم؟ الدور الرابع. طيب الشعار بتاعنا؟ بدوية للمشويات العربية.
مزاوية أصل أصل المشويات والأكلات العربية. أصل المشويات العربية، أصل المشويات والأكلات العربية. ده كان سؤالنا في الحلقة والأكلات اللي فاتت، العربية، تمام. ده كان سؤالنا في الحلقة اللي فاتت فعلا. ده كان سؤالنا، تمام تمام وجالنا 150 إجابة على الواتس، فعايزين حلو. حضرتك تختاري من رقم من 100، من 1 ل 150. حلو قوي والله، انا بشكر كل اللي اتصل بيك وجاوب، وبالمناسبة دي انا مش هكسب واحد بس، احنا هنكسب 3. 3. طب حلو قوي، ده احنا كل حلقة انا اتصل بحضرتك طالما 3. يعني انا وانت يا محمد واللي الفايز. لا 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 الفايزين بس. تشرفونا ربنا طيب، 3 كل واحد بالدعوة، دعوة الفردين. ان شاء الله. طيب حضرتك اختاري 3 ارقام. طيب اوكي، نبتدي برقم 7. رقم 7، عبد الجواد سامي فهمي. مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك، رقم تاني. يشرفنا بالبواشر ويتفضل عندنا، وان شاء الله طب غدا او عشاء. حضرتك قلتي 3 فايزين. رجعت الكلام. لسه لسه لسه. هنلاقي، هنختار ارقام تاني لسه. هنختار. ماشي اوكي، وهنختار رقم ممكن نقول 21. 21. صلاح عوض عوض. مبروك مبروك صلاح عوض عوض. مبروك عليك يا صلاح. الرقم الثالث. الرقم الثالث ممكن نختار 99. طيب 99، لحظة. منى عماد حسن. طيب الحمد لله، كنت هزعل اول ما فيش بنات على فكرة. لا هو في تحيز. لا ما مش تحيز والله، بس عشان يدوق الاكل بس. انت عايزه توري الستات ان الاكل اللي عندكم ممكن بعد كده تسيب طبعا البيت وتاكل عندكم على طول. طبعا، نيجي يشرفوني ويقولوا رايهم، ده حاجه تهمني جدا. طيب باشمهندسه، احنا سعداء جدا جدا بالتواصل معاكي، وان شاء الله انت شكرا، وعدتينا ان في حلقه من الحلقات هتكوني ضيفتنا على الهوا، وعندك ان شاء مفاجآت الله كتير، وهنتكلم عن المكان وجماله. بإذن الله. طيب ميرسي جدا دكتور محمد، ربنا شكرا. يخليك يا فندم. هنقول الشعار بتاعنا المرة أخرى، اللي كان المسابقة بتاعتنا كانت عليه الحلقة اللي فاتت، بدوية أصل المشويات المشويات والأكلات العربية. والأكلات العربية. شكرا يا فندم، وكل التحية لكل العاملين في مطعم وكافيه بدوية، قرية بدوية، سيتي ستارز الدور الرابع. عايزكم كلكم تروحوا تشوفوا المكان والمقابلة، وقد إيه الاستقبال هناك حلو، وكمان الاكل بتاعهم حلو. نكمل كلامنا؟ نكمل كلامنا. نكمل كلامنا. مش هكره. مش هتكرهي. لا مش هكره. لكن هتسقطيه من نظرك. وده اقوى أصعب من الكهر. وده اقوى من في الكهر. حد في حياتي قال لي جمله حلوه قوي. طبعا. انا ممكن اكون مش بنفذها قوي. قال لي اعرفي تحبي اللي قدامك زي ما هو عايز، مش زي ما انت عايزه. طيب احنا معانا مجموعه من الاسئله. للمجموعة كبيرة، خلي بالكم أصدقائي الأسبوع اللي جاي هنعمل السحب على جوائز كتير. كان الأسبوع اللي فات عملنا مجموعة من الأسئلة، النهاردة هنقول أسئلة قرية بدوية، وهنقول أسئلة مطعم وكافيه توجور، وكمان شركة الفراعنة. حابين نقول الأسئلة على السريع؟ مطعم وكافيه توجور، السؤال بتاعه بيقول إيه لون شعار المطعم؟ اللوجو اللي بيطلع في الإعلان لونه إيه؟ إيه الجوائز؟ لون شعار الجوائز اللي بيقدمها، بيقدم 500 جنيه وبيقدم كمان دعوة لشخصين على الغداء أو العشاء. تمام، السؤال الثاني. لو شركة الفراعنة. شركة الفراعنة، شركة الفراعنة للمقاولات والاستيراد والتصدير، بتقدم لنا للاستيراد والتصدير والمقاولات، بتقدم لنا في كل حلقة المهندس سعيد العدس رئيس مجلس إدارة 250 جنيه. أنا من خلال كلامي قلت شركة الفراعنة بتعمل ايه؟ ايه الفروع اللي بتعملها؟ او الحاجات اللي بتعملها شركة الفراعنة لايه ولايه؟ السؤال الأخير لمطعم وكافيه تجور، لمطعم وكافيه تجور. المهندسة ناهد علي وهي بتتكلم دلوقتي قالت لنا عنوان مطعم وكافيه تجور. ابعتوا لنا على الواتس. بدوية. مطعم وكافيه، مطعم قرية بدوية، بتقدم لنا سؤال النهاردة المهندسة رئيس مجلس إدارة ناهد علي. السؤال بيقول عنوان
قرية بدوية، فين العنوان؟ أصدقائي عايزكم كلكم تبعتوا لنا على الواتس الإجابات، والأسبوع اللي جاي إن شاء الله هنختار الفايزين في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، وانتظرونا الأسبوع ده القادم قبل المعدة بساعة. عبير تقولي لجمهورنا إيه؟ هقولهم استنونا إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد قبلها بساعة. اتشرفت بوجودي معاك يا محمد، وانا كمان وخناقة جديدة بس انا اللي هنتصر برضه ان شاء الله. اصدقائي خلاص خلوها هي تنتصر. اصدقائي ان شاء الله انتظرونا الحلقه اللي جايه، وبتمنى لكم، بشكر فريق العمل والمجهود الرائع اللي عملوه في خير الكنترول بجد، والمخرج العبقري والمصورين الموجودين معانا قد ايه علشان يخرج لنا الصوره والاداء اللي انتم شايفينه. انا بشكركم كلكم، وان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم.